تشير إلى يعني الشاشة تنقل لمن يتابعها العراق في كل جغرافيته، حيث تتواجد أو يتصاعد هذا التوتر بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي، يعني لكن ليس خروجه من المشهد. أريد أن أؤكد على هذه المعلومة، اعتزال العمل السياسي ليس خروجه من المشهد، اعتزال العمل السياسي انتفاء المسؤولية، لكن التأثير موجود في الشارع والدليل ما يحدث الآن في الشارع. دكتور إحسان، أرجو أن توضح لنا هذه النقطة، لأن الناس فكرة اعتزل العمل السياسي أنه سيركب طائرته ويغادر، أو يعني لن يعود مرة أخرى، أو أصبح منتفي العلاقة والتأثير مع الشارع. يعني أستاذ محمود، أنت أجزت يعني حينما أشرت بأنه فقط ينأى بنفسه عن المسؤولية مما يمكن أن يصدر من المتظاهرين، لكن أتفق معك من أن تأثير زعيم التيار الصدري لا زال حاضرا، وإذا ما ذهب باتجاه يعني إطلاق موقف يأمر أتباعه المتظاهرين بالانسحاب، فهذا الانسحاب لن يستغرق سوى دقائق معدودة يعني. ولذلك وجربناه في البرلمان لو تتذكر. نعم، في البرلمان، في أمام مجلس القضاء الأعلى بالضبط. لذلك التأثير لا زال يعني هو جزء من يعني توزيع من المياه. هذه التظاهرات دكتور إحسان، ظاهرة توزيع المياه، طبعا الصورة تأتي مرة أخرى، لكن ظاهرة توزيع المياه تدل على أن هناك إدارة للتظاهرات، لأنه لو لم تكن هناك إدارة للتظاهرات ما كانش في مية. بالضبط، في إدارة للتظاهرات، لكن نعم. لكن لا يعني تسألوني، يعني لا تعودوا إلي تقولوا مثلا أنا في فلان كسر أو حطم أو أضر بمنشأة، يعني لا أدري هذه الصورة أين. أستاذ محمود، ميسان 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 شرق البلاد. نعم، محكمة ميسان. نعم، الموضوع يتطور دكتور من واسط إلى يعني من القصر إلى لا متوقع أستاذ محمود.